أصدقائي، كما كتشوفوا معنا اليوم الأربعاء في طنجة، نزول أمطار غزيرة خاص في طنجة، اللهم بارك. لأن هذه الأمطار غزيرة بدأت تقريبا بعد ساعات، ربما مع الفجر، واللهم بارك. إذن أمطار عادي جدا، ماشي عاصفة رعدية حاليا كما كتشوفوا السيارات والمسائل. إذن مش واضح. نتمنى الإعجاب ديالكم، نتمنى الاشتراك في القناة، تفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. حاليا كما كتشوفوا كتنزل الشتاء، ولكن هاد الشتاء اللي كتنزل خفيفة، ماشي تبروري. إذا نتمنى إن شاء الله يكون خير هادشي كنتمنى، وفي نفس الوقت كما قلنا أمطار غزيرة، اللهم بارك. إن شاء الله نقول لكم هاد الأمطار غادي تحط علينا النفع، وفي نفس الوقت بالنسبة للربع غتكون قادمة زوينة. وفي نفس الوقت كما كتشوفوا نحاولوا تشوفوا مزيان، شوفوا الأرض هانتوما كما كتشوفوا باش يبان لكم أمطار غزيرة كتنزل، تبارك الله، اللهم يبارك. إذا هاد الأمطار غزيرة باقا مستمرة، تبارك الله، كنعتذر لكم.